مرحبا. مو معقول انت بتفاجئني كل مفاجأة. صدقيني انه رجلي اللي جابوني لهون. شو صار معك؟ ساعته عم يتعرض لك؟ مين؟ جابوا الشرطة وكتبوا تعهد انه ما يتعرض لك. وما قلتي انه رفع عليكي مشط؟ لا، لاني شفقت عليه، صار يبكي مثل الولد الصغير. عندك مناوبة الليلة؟ لا. طيب فيني اعزمك على فنجان قهوة؟ كمان لا. معناتها رح اتصل فيكي على التليفون، بس بترجاكي لا تسكري الخط بوشي. ليش مين اللي سكر بوش الثاني؟ ايه مزبوط، كنت ملبك و انا بعتذر. رح نقي شوية اغراض. الو، اهلي مدام الليلة؟ ايه بس نحن كنا متفقين نحكي مع بعض. طيب وين بتحبين نلتقي؟ بالبيت؟ ما بيمشي الحال بالمطعم؟ طيب رجلك مفكوشة. ايه سلامتك، امتى مفكشت؟ طيب معناته بجيب بقى ورد وبجي لعندك.